عليه دائرة السوء غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. كم السلام وين كم السلام أهلا أهلا محمد هلا والله راح خالد هلا مكتوب اسمك؟ ايه وانت؟ ايه انا مكان عمر اذنت. الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا محمد؟ أخبارك؟ كيفكم؟ مالك كذا تقول كأنك ضايق؟ حنيت؟ ها؟ قول والله لك سنتين هنا في السعودية؟ وأجلس بجنبك أجلس أسمع منك. مش كنت أفكر فيه تو كنت رايح أفكر كثير لأنه بعد ما خلصت تفكير أقول لك كنت أفكر واجد بس ما أدري إيش كنت أفكر كنت أفكر في البراين تخيل وقالت اليوم باقي على الإقامة خمس دقائق
تدري كم عمره؟ 17 من 18. ترى حبيبي تضيع بالقريه، ما في عند الله زتها هيك الاطفال. والله من الحين على الطريق عند التأهين عند القريه ورب علينا. لا كم كم بالله؟ 13. والله ما ها؟ والله تقريبا بين 20 20 ما ادري. لا هو عايش في زمان بس ما يدري. انا عايش زي ما قال الله. وقع كذا بساعة ما اعتبر ولا شيء. من اب صح؟ وانت من اب؟ قريب ولا قريب قريب؟ هذا من اب جبر ربي عنده. وش وش جبر ربي؟ هذا جبر ربي، هذا جبر ربي في اليمن جنة. جنة تخيل جماله غير الخضرة والنباتات. ضباب تخيل الجبل كذا قمته، في ناس وقال جبل الضباب يمر من هنا من النص. لا لا بعدين تبصر فيه من هنا للشفاء. طيب شفت الشفاء؟ حق الطائف الربوة. عندكم في اليمن؟ اقول لك تبصر من هنا لا هنا تبصر من هنا. والله اكبر المدينه كلها خاصة بالليل اللمبات والانوار. انت مثلا هنا تبصر من هنا الشفاء الربوة جنة بس الله ربك يسرها. والله ربك يسرها ان شاء الله. تخيل انا قلت لك تخيل هذا هذا الجبل صح، وفي ناس ساكنين فوق هنا وفي ناس ساكنين الضباب يروح. ايوه اكيد. تزوجوا من اليمن؟ احنا نزوج من اليمن، احنا قرابه كذا بيننا. لا يعني انت تتزوج من اليمن؟ ايوه واليمن يزوجون عندنا السعوديين عشان الجبل ولا عشان مو عشان اليمن يا اخي عشان الجبل. شوف يا اخي كذا عرفنا واحد ولهجتنا قريبه. جزار واحد جزار رحت ابو العريش. ابو ايش؟ ابو العريش. ايوه انا افكر ابو العريش من فين جت. لا ابو عريش. ابو عريش ايش اسمه؟ ابو عريش. ابو عريش ايه كلهم يمنيين. مو كلهم يمنيين. لا والله كلهم اليمنيين كثير موجودين بس حتى لو هناك طبعهم ايش اسمه؟ ها؟ طبعهم شوف ابو عريش تخش كنك باليمن. بس سؤال الشرقيه كيف طبعهم؟ طبع كويت. والكويتيين قريب وعندك ناس من اعرف لك طارق العلي ترى حسام. ما قلت شيء انا ليش تقول لي؟ اي ما قلت شيء بالعكس اقول لك يعني دائما المناطق الحدوديه قريبين من هذا. اكبر دليل لك عندك اوروبا ترى احيانا تطلع مثلا تطلع من سويسرا تدخل ايطاليا. سويسرا غاليه جدا واغلى مكان في سويسرا انترلاكن. حق ايش؟ انترلاكن هذه بعد جنيف بثلاث ساعات. بعدين انترلاكن كاندر ستيج. كاندر ستيج هذه تكلم عربي ترى ما نعرف انجليزي. كاندر ستيج هذه مدينه ثلجيه. الله عز وجل منعم علي بالوتر. الوتر هذا ان شاء الله اني ما فارقه. تخيل انت وتر ركعتين ولا ركعه؟ ركعتين ركعتين وتر. لو تقدر تزيد اربع تزيد ركعتين عادي ركعته. الوتر عادي ركعته وعادي ركعتين كيفك انت وكرم يا اخي. الله عز وجل لو كل ما اعطيته اعطاك اكثر. صح. تخيل احنا شاركنا في كاندر ستيج احنا طبعا من جامعه جيزه في عز الثلج في الليل نوتر. الله يذكره بالخير معنا الدكتور هشام العطاس اللي هو مستشار الجامعه. انا مستشار جامعه جزان. نوتر في الليل في مساجد هناك؟ لا قليل يعني اذا في واماكن مخصصه. فتخيل توتر الثلج تتوضا انت في الثلج في الثلج تخيل تطلع مكان ابيض وتصلي. لكن اقسم بالله المويه تتوضا فيها بارده؟ ثلج. طيب ما في صخرات؟ المويه ما تمشي كذا. النهر اللي في كندر ستيت كذا يمشي. ليه؟ مثل البروده. طيب كيف توضيت انت؟ ما في دورة مياه وكذا؟ لا المس المويه وخفيف واحط لك البس 17 سروال 18 فنيله 17 جاكيت يصير وزنك كذا. هم ما يلبسون زي ما تلبس انت صح؟ ها؟ يلبسون شورت. والله صدق؟ والله صدق؟ خفيف اي والله وكاب اما وفي الليل يمشي كذا اي والله مبسوط. ليه؟ متعودين. يجي عندنا السعوديه تلقى ثاني يوم شوايه عند منير كذا. شوف ترى شوف سبحان الله اللي يولد في المناطق الحاره خلاص تعود يوم يولد يعني عايش على متعودين عليها. اي متعود احنا متعود على الشيء هذا. احنا في الجبال لما نزل تهامه مثير. ها؟ لا لا مثير يعني ما تقدر تجلس حر. لا تروح لا تروح بعيد. انا ما اسافر برا يا ناصر الا البس شراري. هنا في الرياض ما البس ولا شيء. هنا اول مره ما البس. شوفها كذا واشوف اصابع يدي. ما احنا متعودين على الجو هنا. طيب قول شوف اصابع يدي مو تو كذا. شوف ال مين ما ادري من ايش. يلا يا محمد باقي كم بعد الصلاة؟ وين الشباب؟ ما ادري خلاص زعلونا. يلا يلا بس خاف يزعلون الشباب يا اخي. ها؟ مشكلة صح اتفقنا احنا جايين الشباب جا وقت الإقامة احنا اتفقنا على أم القرى صح؟
انت ما بخص المشكله يا عبد الرحمن. اقول لك الامانه التاخير مو صالحنا. يلا يلا والله قومتهم مو معقوله. صرخت يا شباب يا شباب يا شباب صفقت مكاني عين. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. خلاص الله اكبر. الله اكبر. سمع الله محمدا. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. سمع الله محمدا. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. سمع الله محمدا. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. سمع الله محمدا. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا حول ولا قوة إلا بالله لنا مدين. ها؟ تبي تقول شيء؟ بعدك يلا. نعم تقول كل. السلام عليكم. طبعا كلنا بعض الاشخاص في عندهم اخطاء وانا ودي يعدلونها. لما يجيك واحد يقولك السلام عليكم انت وش ترد عليه؟ لا في ناس ما يرد يقول يا هلا يا مرحبا، هذا خطا. افضل شيء انك تقول وعليك السلام ورحمه الله وبركاته، كذا انت لما تقول وعليكم السلام 10 حسنات ورحمه الله وبركاته 10 حسنات وكذا بتكتمل 30 حسنه. هو اللي يجيك 10 حسنات توقع 10 حسنات صح يا سلام عليكم 10 حسنات، انت لما ترد عليه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته هذا 30 حسنه. وثاني شيء نحب نذكر جنودنا ابو واسل بحد الجنوبي، نحب ان كل واحد يدعي لهم ان الله يسدد رميهم وان الله يوفقهم وينصرهم ان شاء الله وبيض وجيه والزموا استغفار. خلي رد السلام واجب، رد السلام واجب ما في مشكله. جزاك الله خير ابو حماد. جزاك الله خير ابو حماد. محمد اذكر امس الصباح اليوم زيد ميزانك. يالله نبي الإبداع في زد بهاراتك، وقت التحدي حان اظهر مهاراتك. يالله 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 زد بهاراتك، من ذاق طبختك اعتمدها
لو ياكل يدينه بعدها من ذاق طبختك اعتمدها لو ياكل يدينه بعدها. الله يحييكم، مرحبا بكم من جديد أعزائي المشاهدين وأعزائي المتابعين في مطبخكم. اليوم بإذن الله نعلن النتيجة والقرعة اليوم وكل شيء تمام. هلا بالزين، وش حالك يا حمادة؟ زين ما شاء الله. كيفك يا سيدي؟ شفت كيف خلوك تروح توضي؟ ايش اسمه تأذن؟ ايوه عادي. يوم خوشت ام والله ودي طاحن الله يكرمك برجولك ذي طاح. اقول له منو صحاك؟ ليه لمين كان الاذن؟ ما عليك صح؟ على عمر ملحم بس انا مكانه. انا ودي امسك الظهر والعصر، انا ودي امسك. اها اصير انا اللي ماسكه. الله يكتب اجرك يا حبيبي. امين. يا شباب ايش الوضع؟ الوضع ان شاء الله في السمبتيك. القرعه الجديده ان شاء الله حتكون الاسبوع هذا والاسبوع السلام. هلا بالشباب. ها حبيبي، هوا هوا يا سيدي. درع الجمهور. الله يحييك. درع الجمهور. درع الجمهور. عقوب يا وجه الدرع. اول عكس يقول انا البسيطه اللي خذتها الكرامه. لا انا البسيطه اللي اعطتها الكرامه. يلعب عليه. يا سلام. هين يا بسيط. ايه ذاك اليوم. منيف سيدي افتح المايك. منيف. منيف ايش اسمك؟ خالد. لا لا انا كنت قلت لهم اي واحد في فقرتي لا احد يخصم عليه. انا اسوي مشكله هنا. ابو حامد هذه فقرتي انا اللي اتحكم فيها، اي واحد يخصمون علي انا. ابو حامد منيف. منيف ذاك تعال تعال. ذاك اليوم لقيتهم راقدين، المهم واقوم اقومهم من الصلاه، اقومهم بعض الشباب قاموا بعضهم ما قاموا من ضمنهم ذا. قلت انا جبت بيت ذا، قلت ذكر الملك سلمان يحتاج وقفه. قاموا كلهم بالدفنة وقف على السرير. فين بالدفنة؟ اسهموا الشباب يا شباب عشان اليوم القرعه. القرعه على قولت احد من اخواننا قرعه المطبخ الايام الجايه ان شاء الله. ال 23 كلهم؟ ال 23 كلهم. يعني حنسحب ان شاء الله 24 من يوم ال نايم غدا الاثنين الى يوم الخميس. الله يستر عليه. الباقيين حظ اوفر في القرعه الجايه. يعني حنسحب حقة اربع ايام من الاحد من الاثنين الى الاحد القادم. عيوني القرعه هذه الى نهايه البرنامج. نعم نعم. شلون يعني؟ يعني تكون قرعه واحده خلاص الاسماء ثابته. مستحيل. لا ايه مستحيل. انا بالنسبه لي اللي قالها يا شباب قال علي مستحيل. اقتراح مستحيل. طيب اوكي ذا الحين وايل بعيد عن هالشر معك يا ابو غنى. ايه والاسبوع الجاي طلع ابراهيم قالوا بيجيبون واحد مكانه يقدمون. يجيبون ابو علي. منو؟ هاني العنزي. لا لا غلط. كلام هذا غلط امس صح؟ كلام هذا غلط. كلام كل اسبوع باسبوعه. يعني نفس الـ نفس الوضع الاول. كل اسبوع. اي كل اسبوع باسبوع. يعني اسبوع هذا ناخذ قرعه الى يوم الاحد. لان القرعه هذه هي اللي تسببت في مشكله ان البعض ما طلع الا مره او مرتين. شوف يا حبيبي هذه صح انت صادق في هذه عرفت؟ لكن يا طويل العمر السلامة القرعة يا حبيب أخوه تسوى إلى يوم الأحد القادم. يعني فيه ناس يوم الأحد القادم تطلع اسمائهم، في ثلاثة ما راح تطلع اسمائهم، هذول ما يخشون في القرعة. أوكي يبدون يوم الأحد القادم يخشون في القرعة الجديدة. ممتاز. طيب أنا ما طلعت الحين إلا مرتين، لو ما خشيت بالقرعة اللي تقول يعني الأحد الجاي أدخل ويصير لي من خمسة أسابيع بس ثلاث مرات؟ إيه. إيش دعوة؟ كيف ندخل في القرعه؟ في جحاف والله. انا والله ما ادري. انا اللي قالوا لي قالوا اسحب مرتين. سيدي يا حبيبي عبد الرحمن انا قالوا لي اسحب اسحب الى يوم الاحد القادم. الحين بتسحب انت؟ تاكد الاسماء كلها موجوده؟ ايه كلها تاكدت لان كانت عند الشباب الظهر كانت معي كنا نلعب فيها. تاكد والله. اتاكد من اسمك يعني؟ لا من الاسماء. كنت مطلع اربع اسماء برا على الطاوله انا. انت؟ اي كنا نلعب فيها. لا والله والله الظهر. تاكد من اسماء كلها. بس عدها لا تعد لا تفتح. طيب اوكي يا سيد الناس يا عبد الرحمن. انا اسمي موجود اي لكن طلعت كم اسم؟ خمسه تقريبا. اوكي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه. كيف الامور معك يا فارس؟ تسعة. كيف الامور؟ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 كاملة 23. تأكد طيب لا يكون متكرر شيء.
طيب شلون 23؟ خد ابو احمد شلون 23 وفي اثنين هنا الحين موجودين اربع قصدي تسحبهم مره ثانيه؟ ايه يدخلون بعد يعني ممكن بكره يلعبون هم اثنين؟ ليش؟ ممكن ليه لا؟ اي اي اه اي فهمت 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 خلاص اي ما شاء الله قلها قلها اتس اوكي اتس اوكي رزق ارزاق اي والله ارزاق ارزاق والله يستاهلون من عند الله والله اشتقت لك هلا هلا ارزاق والدنيا اخبارك حبيبي الله يسلمك كيف طبخ الشباب؟ اخبارك حماده الحمد لله يا غالي لبي يا حبيبي ابوك فروس ايوه خلاص ايوه الو من زمان منسف ادرك ما قد قيمت يا ابو علي ها ترى ترى ابو علي اللي ايش اسمه الله ايش الشغل هذا يا ما ما هو شغل زين لازم لازم ما هيك خلاص والله طب ناجح محارب يا فارس صح يا رد صح اوه شايفك زين لازم ها دكتور شايفك زين لازم هذا وش طيب يا فارس فارس انا اذكر كنت تطبخ في السنه زمان هو انت اللي كنت اطبخ اطبخ مقلقل ايه حاجات هذيك السهله بالله اي مضغوط اطبخه سليق حاجات هذه مطبخ يعني لأن نطلع نطبخ وذا ما نطلع نطبخ حاجات زي هذه إيش أنا شوفك دائما تطبخ في الشقة حقتكم إيه أنت الشيف حقهم مضغوط ومقلقل كثر خيرك إيش كثر خيرك أنا ما كثرت ملح عشان أبو علي ساعد عند الضغط الضغط أسلم أسلم تقول لي كنت تتابعني إيوه قول إيوه أنا ما كنت أتابعك ايوه لا جد والله كنت طباخ كبير والله ايه والله شوف يا بالله يا مان امانه بدون والله صدق صدق بدون بدون امانه ايش ابو غنى سجل خلي ابو غنى خلينا نشوف ابو امانه هذا كنت تستمتع ايش سناباتك والله انك من الناس اللي انبسطت اتابعهم ترى نص ونص عبد الرحمن حتى عبد الرحمن عبد الرحمن بالله كنت تستمتع بسناباتي ولا الامان والله امانه انا اشياء سناب عنده غير طبيعي سناب مجنون حتى هذا الكلام اللي اقوله له والله اسال بقى ابو ايش رايك في سنابي جامع بين الجد والبال لا انا نتكلم عن سنابي عرفت قبل شوي وقاعد اساله وسالته مره ثانيه قال والله اني اسر قلبي والله حبيبي الله لا جد جد والله من السنابات الممتعه اسمع ابو سلم لذيذ باين ما خلاص ما ودي اقولها ما ودي اقولها لا ما حبيبي والله ها الله يسر امرك يا فارس توفيق يا سيد الناس نشوفك ان شاء الله شيء كبير شوف كثير مسابقات سابقات تسحب على جوالات حاجات سويت سحب مرة جبت عيد تعال كلهم على ايفونات كنت اجيب ثلاث كشافات اسوي مسابقة لا عاد بيد على قد الحال والله مسويت اسوي تاقات قلت والله تكسبون وش اسوي كل واحد تسكل الله يسر امرك بالعكس ايوه ابشر يسر مسابقة حاجة حلوة يا شباب عبد المجيد فين هو؟ قسم من عقل سعد اوكي محمد سعود عبد المجيد فين هو؟ يا شباب الفريق هذا خلوكم هنا فريق فارس خلك هنا حبيبي طيب تفضل يا شباب حبيبي يا ها؟ عيوني يذهب مرحبا مليون كيف حالك؟ والله الضحك جاني على عمر بس طبعا انت اللي ورا انت يا اخويا ما تشوفوا اللي ورا الشاشه اقسم بالله يا لخبطه في مخه ايش سوى؟ ابو علي اول شيء ما اعرف البس الحذيان ما ادري لبسها غلط الله يكرمكم مطلع سعد قال لها عمر انا لفيت قال لها عمر يلا تفضل يقول لك كذا تفضل يعني هنا قال بيشتري وروح هناك جهه ثانيه دق 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 يا حبيبي يا فارس فارس يا سلام من يقيم انت ولا لا انت طب ارجع ورا اوه اليوم ترى ما في ايش جبت انت خليتهم يطعمون تعرف ايش بالامانه انا قيمت انت قيم ها لا ما في لا ما ابو علي ابو علي ابو علي ابو علي خلنا خلنا لا تقول خلنا راي مجرد راي وليش عليك وجه الله بالامانه لا راي ابو علي مجرد امانه لا شوف بعلمك حاجه ابو علي الشباب هذول كلهم ما لهم دخل في المطبخ نعم هم هذول متسابقين في المطبخ طيب. انت يا ابو علي انت اللي طب... انت اللي يقيم الطبخ طيب. اوكي طيب. انا لا انا ولا عبد الرحمن ولا صالح ولا عبد المجيد ما احنا اللي نقيم ولا هو حبيبي عمر ولا ابو غنى ولا اي خنا مو قصور في الشباب لكن شوف انت الشيف في هذا المطبخ صح لا تقول عليك وجه الله بالامانه لا تقول بالامانه حتى لو كان طعمها شيء مستحيل يقول طعمها حلو في اعطيك اسم معين ولا اقول لك ايش اسمه بس يقول طعمها شيء بس يلا اوكي روح يلا خليني اصف معكم انا تعال خليني العب اضبطكم بس ما ابدا نبي على الغاز وعصافي صف الرجال اشقر ديه
صف الرجال الشقردية ما مول القجوة اي صف صف الرجال الشقردية صف الرجال الشقردية نبي على القجوة اي صف صف الرجال الشقردية صف الرجال الشقردية نبي على القجوة اي صف صف الرجال الشقردية صف الرجال الشقردية على القاز وعصف صف الرجال الشقردية صف الرجال الشقردية يعطيكم العافية. تفضل هنا شباب تفضل هنا شباب القرعة بعدين النتائج. طيب بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ من بكرة اليوم الاثنين وننتهي بيوم الأحد القادم. صالح صالح تعال 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 بسم الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم. القرعه قبل الاعلان. ها القرعه قبل الاعلان. ايه قبل الاعلان يا رب والله اني مشتاق لك انت وعلي بالمطبخ يا جعني بدعينك يا ابو ابو ايش عبد الرحمن والله تبي الصد مشتاق ابو ملفي ابو ملفي ابو ملفي وانا مشتاق لل 200 ولكم أيه. كلها اوكي بس يا رب معي واحد يعرف يطبخ السابق الاول عبد الله بن دفنا الله يستر منه بكره عبد الله بن دفنا يلا تكفيني منه بكره عبد الله بن دفنا يلا تكفيني منه ومحمد الذهلي الله اكبر اذن عبد الله بن دفنا ومحمد الذهلي انا ضدك للان اصبر مع بعض لا مع بعض الطبخ تعرف تطبخ ضد لعيونك اطبخ ضد واي الخواجي يا ربي ما وصالح زهيري والله من الوالد عادي ما لي دخل السر ومفلح المشعلي ما شاء الله يا امير خواجي ما شاء الله هذه بكره هذه يوم الاثنين ها يضل وجهي تابعينا الاعزاء اكتبوا عبد الله بن دفنا ومحمد الذهلي وفي الجهه الثانيه مفلح ووائل الخواجي ما شاء الله ما شاء الله اليوم الثلاثاء يا رب المتسابق عمر الملحم كفو وين راح الله يستر من عمر والمتسابق يا رب عبد الرحمن المطيري واو هو يعرف يطبخ ولا عمر بالله يعرف ولا يا رجل عبد الرحمن ايش اللي انبسطت له الحين ايش اللي انبسطت عشان طلع اسمي لكن شكلي صبر ما سمت عمر ما عارف الا عطور بس طيب ما عارف هذول عمر وعبد الرحمن ضد يا رب تكفى فكر مصاري منيف الخمشي الخمشي ومين مين مين تتوقف فين هو مشعل منيف يسوي قهوه في منيف ها ومن يا رب فكنا من بندر منيف وصالح ام سعد الحماد لا لا ما عليك لا والله ما شاء الله هذه يوم الثلاثاء اللي هو عبد الرحمن وعمر ضد مساعد ومنيف بالله يا عمر ما يعرف ابد هذه يوم الثلاثاء ها يوم الثلاثاء هذه صح طيب عمر ما يعرف الا يكشف يوم الاربعاء المتسابق محمد عثمان ان شاء الله ما بندر يوم الاربعاء محمد عثمان والمتسابق صالح الزهيري والله يا قلبي انتني مستانس فيك مستغرب يا ابو زين ما قدرت القرعه مع ابو علي والله اني يا قلبي مستانس اني معك يا قلبي مع صالح هو مستانس ما ادري ايش فيك يا من حظي مع صالح ما شاء الله ضد عبد العزيز ال زايد والله يا حظهم زين ايه قولوا ما قراش والله يا حظهم زين والله يطلع اخوه مع انا بنجر اطلع والله يا حظهم زين هذا يوم ايش الثلاثاء يا حظي مع صالح الاربعاء 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 ها وخالد المحميد للسجن للسجن والله خالد الحيد خالد الحيد محمد عثمان حظ زين وصانع الربع قلتوها يا عيال طيب انا نوري بدالهم تدري وش بسوي؟ ما شاء الله نوري بدالهم بقعد بالسجن وبحط الرجال زين ليه؟ مسجون ما شاء الله ودي صالح والله اني مسجون مسجون اذا صالح وحبيبنا محمد عثمان ضد عبد العزيز ال زايد وخالد المحميد يوم الخميس انا مستانس مع صالح زين يوم الخميس عبد الرحمن ال زايد اذا ما جمع الجوره ضد 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 مع 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 منه ضد مع منه ضد مع الراضي زيد ما
ترى ما بدأ ذاك ضد يا طويل العمر والسلامة. لا عاد تصيح في مسمعي لأني أنا بسير القرعة. ضد عبد المجيد الفوزان. ما شاء الله عبد المجيد الفوزان. تبغى اسمك يطلع بندر علي راشد القحطاني. تخيل بندر علي ضد ولا مع عبد المجيد الفوزان يا اخي محمد آل مسعود ضد عبد الرحمن وراضي يلعبوا صورة من الأوائل دائما الأخيرين يوم الأحد القادم. صح ليش بندر يوم الأحد القادم أسبوع ترك أسبوع ترك يوم الأحد القادم عبد المجيد الطويري عبد المجيد مع سعد سبيعي مع لا مع أبو غنى إن شاء الله مع سعد سبيعي فارس البشيري الله السجن هلا وعندكم يا طويل العمر والسلامة يا خيي بندر علي والله بيكرونه سالم الخنفري بندر العلي سالم كويس يا رب اني معه سالم يعرف مين سالم بطل والله سالم بطل يطبخ كافو يا سالم راشد القحطاني بوينا ابو غنى تبغى راشد تكون راشد القحطاني راشد القحطاني مديري مديري الله اكبر عليك ايه الحلاوه دي اذا اللي باقي ما طلع اسمائهم بندر بعدين لحظه لحظه احنا ما وبسام لا صدق هذا شلون طيب احنا ابراهيم السبت الجاي ما لنا مطبخ لا صارت بس ما في ابراهيمات كانت وعوضوا اللي مجهم يبي صراحة ثلاث كلنا طالعين ثلاث يا لا انا طالع بس هذا هذه القرعه اللي بطلع هذه الثالثه بندر هذه يا حبيبي يوم الاحد انتم الرابع طيب تعدينا ابراهيم شلون اجمع انا تعدى ابراهيم انت خلصت كذا ظل ما في انت حظك حبيبي لا لبي حبيبي انا اقول ظل كذا انت امرني يا ابو فيصل ايش بندر ايش تبغى يصير نعيد القرعه لا تعيد القرعه شلون تبغى نعيد تبغى نعيد عدنا لا كذا كذا نعيد نعيد انا استغرق عني 200 وانا اجلس ما دخلت مطبخ حبيبي انا مالي دخل انا هذه مجرد قرعة شوفها لا انا اعترض صراحة عليهم والله صدق تعترض انا بعترض عليهم كلام اليوم عليك ما عليك انت على التنظيم اي انا 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 ما لي دخل يا سيد الناس صدق يا اخي ظلم لي ولا شيء من معي من كان معي وسعد السبيعي طيب سعد السبيعي وبسام بسام فين بسام لان هذا بعد ابراهيم خلاص وش الفائدة مو صح يا ابو حامد صح طيب مشاهدينا الاعزاء نشوف يا طوال العمر سلامة اليوم باذن الله لا يعطوني 200 نشوف يا ولد صحت علينا ابو فيصل ابو فيصل ايش تبغى هاك هاك 200 وفكني اي نعم انا وبسام ابو بندر اي نعم طيب تحدد الفريق الحين ولا لا لا ما حدد ثلاثه كيف حدد اي انا وعمر تبغون تتكلمون كلموهم في كلام اليوم بتصير قرعه ثانيه متى يشوف لكم حل لا شو يوم الاحد يوم الاحد القادم القرعه الجايه يعني ممكن واحد يطلع برايم شيء من حقين ايه يسر الله ايه ممكن يطلع واحد برايم من حقين يوم الاحد اذا طلع احد برايم من طيب انا اطلع برايم هذا خط مطبخ نسوي قرعة مع الاربع دول خالد هذا دراما اللي ضدنا يسر الله ما عليك والله ما ادري نسيت الدراما جروس والله ما في ذاكره يا ابو يا عيال من اللي ضدنا انا وعمر ملح من ضدنا طيب مشاهدينا الاعزاء بنشوف التقييم مع ابو علي ونشوف ايش قال تعال ابو لمبه تعال هنا سالم تعال هنا ترى نفس المجموعات تعال يا سيدي تعال هنا نفس المجموعات مثل حبيبي انت ومحمد علموا المشاهدين ايش سويتوا هذه بانك طال عمرك اول ماذا؟ ايه طال عمرك حطينا زيت ثم بصل طيب ثم حطينا المويه بصل بصل باللغه العربيه ثم بصل ثم مويه كمل هما جعلنا الجريش حطيناه في قدر قللنا المويه ما تشوف كل شوي كل ما وهو انت ماخذ قبل شوي تسولف معه ما 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 الحق عليها قبل اكلك ايوه والحمد لله نجحت لكن اصلا هي مده الجريش لان عرفها ثلاث ساعات اي والله وعلى نار هاليه لكن احنا شبيناها على السته علشان تختصر الوقت يعني بس ثلاث ساعات ما كان واجد خليته لين تنشف بعدين لا 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 مضبوط ان شاء الله مضبوط الله يسر هذا الكشنه سوينا كشنه كشنه شوف حركات لا لا شغالين زلها ولا بعد سمنه بريه ايوه انا شفتها من جبتوها عندها حقتها مطالبينها احنا من قبل طالبينها احنا من قبل اه شغالين طيب تفضل يا شباب تفضلوا عشان نشوف ابو علي ها حبيبي
سجل الفريق الاول هنا الفريق الثاني الحين انا قلت شعمه عندك الفريق الاول 80 88 الفريق الثاني 63 باقي ما حق فارس هذا الاول معك طيب معك الكاميرا بسم الله العظيم النظافة يا ملت جام مخلوق لا قل جهده يا الله يا لبك زونه تدي يا ملت جام مخلوق لا قل جهده يا غافر الزلات يا اغفر لي يا زلات لا حن وعدي لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا الله يا اللي بك لعز ونهتدي يا من تلقى المخلوق لا قل جهده الله تغفر لي ولا تمنعني تجعلني ابيض قلب صابيني يا صابيني في المقف الإنساني وتصلح لنا في المال والذرية سترك وعفوك خير مما أعطاني يا معز يا شباب كمل حبيبي كمل 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 الله بالخير الله يمسك بالنور كيف حالكم؟ مرحبا اطلع برا يا مفلح حطوا محمد سم حلو هذا فزنا سم حاضرين سم كيف حالكم؟ يا مرحبا انتوا راضين على النتيجة حقتكم؟ سم كيف الجريش؟ واثق منه؟ واثقين والله ان شاء الله احنا سوينا اللي علينا والباقي على الله سبحانه وتعالى كشنا حركات باذن الله يمكن احنا نغتر من بعض المواقف اقول متاكد انت من الجريش اللي سويته انت؟ قول لا اله الا الله اصبر اصبر انا سؤال اسالك سؤال متاكد من الجريش هذا جريش؟ ايه متاكد؟ باذن الله لحظة لحظة أبو علي يمكن إحنا إن شاء الله متأكدين بس يمكن أغترينا من بعض الأمور الخلطات صح لكن شفت دقيقة النسيان يحصل عرفت يمكن إحنا نسينا شيء إيش اللي نسيت ها ما نسيت نسيت أقول يمكن ما أدري إحنا نقول يمكن ولا إن شاء الله ما نسينا شيء مساعد ها ملح فارس أنا روح ورانا أنا صامل يا أخوي نرجع أبو علي وقال قال ناقص كذا نرجع محلنا ولا نوقف؟ ما قلت لك ارجع محلك. سام بس ان شاء الله اكلتنا مضبوطه. شباب يا شباب للتذكير 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 للتذكير. ايوه يا ابو علي. ركزوا يا شباب. ركزوا يا شباب كل كلمه اقولها لكم وكل يوم اعيدها. ركزوا. اي حاجه في المطبخ حتجيني الحين اللي بكره اللي جاني مره يعتبر اربع مرات ما راح اوقف معاه في المطبخ نهائيا حاطي طبخته يعفسها بس يطلعها لي ركز شبت نارك الى نهايتك مقاديرها مزبوطه ما هي مزبوطه كيفك لحد المره بضرب تجيني خلاص انا ما قصرت معاكم في شيء وافي يا ابو علي وافي وانا اقول لكم راجع نفسك شوف ايش اللي حطه في راسك كذا خذ ورقه خذ هذا كشنه هذا بالحالك كذا على ورقه اتقنها في راسك انت سويت اطبخ ركز اي شيء شوفه فارس قدم لي الطبخه بالله حقتك قلت عليها يا حبيبي انتظر يا ابو علي دقيقه طبعا الناس اللي ما طلعت اسمائهم بنسوي قرعه يوم الاثنين القادم اوكي اللي ما طلعت اسمائهم زياده على ذلك يبقى واحد ناخذ من الاسماء القديمه قرعه واللي محظوظ محظوظ اوكي هاي ابو فيصل ايش تشوف يا ابو فيصل يوم الاحد القادم خذينا القرعه يوم الاثنين المتسابق الاول اللي بيكون بسام سعد السبيعي مع بسام ضد
ضد ولا مع؟ او مع 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 السام بندر العلي بدي فزان خميس الجاي هناك ابو فيصل نيف اهم حاجه المطبخ صح ولا لا يا ابو علي؟ صحيح جيكي انا وياك ايوه اهم حاجه المطبخ اذا انا ما اخذت ال 200 اخذ ال 100 من السجن على الاقل اجمع فلوس ضد بسام المساعد ومين؟ 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 ان شاء الله ما يطلع اسمي و مساعد وسام محمد الذهلي هذه زياده هذه زياده حبيبي زياده خير بس زياده منزل تطلع مع بنت ابنك تطلع مره ثانيه بسام انفجت وش اللي مطبخنا اليوم لا معك انت الشباب وش لا مع الناجات والله التقييم الان لمطبخنا اليوم نتيجة الشباب عند أبو علي أعطهم أبو علي لا أحد يشوفها تمسك أنت لا أحد يشوفها لا ما هو أنا دمك واحد ما حد يشوفها إيه أنت ولا هو على عيني وراسي ما يحتاج ود ود حبيبي حطها قرب لل عندك كاميرا وري الكاميرا ورها الكاميرا فكها وورها الكاميرا طبعا أنا ما أشوفها لا ما تشوفها ما تشوفها هناك فوق خليه يفكها خليه يفكها يقول عشان يفكها يقول لا 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 تقرب تواجد افلح شوي كذا أيوه طيب تفضل يا شباب اي كاميرا ارجع مكانك الكاميرا هذه سكرها الله غلق سكرها هذه 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 يلا ارجع لا تشوفها لا تشوفها هلا والله ما احنا شايفينها كذا لا تشوفها مقلوبه ولا معدوله كذا لا مقلوبه على دماغي من فوق اوكي هذه قيمه الشباب هنا يا مخرجنا حبيبي والله ما ادري واضحه صح واضحه صريحه واضحه خلاص خل 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 شفتها لف لف خليها اوكي هذه نتيجة مساعد ورقة معك تفضل يا فارس افتح الورقة انت خلها مفتوحة وشوفها ها لمين السجن ورا المتابعين ورا اخوياك هذولا كم ايه يا اللي قادر لوقتك تحدى العين يا شيطان وضرب العين الشيطان واضرب ايه يا اللي قادر لوقتك تحدى العين الشيطان واضرب الشيطان واضرب العدو ايه يا اللي قادر لوقتك تحدى العين واضرب العدو العين الشيطان وقد لك تحدى العن الشيطان واضرب العداوة العن الشيطان واضرب العداوة ايه يا اللي قاد لك وقد لك تحدى العن الشيطان واضرب العداوة العن الشيطان واضرب العداوة انا ضد مين انا وياك ضد عمر ملحم وعبد الرحمن الطيري في ضيعة خلينا اخوي خلينا اخوي مبروك مبروك الله يلا يلا نقالة يا عيال نقالة نصدم افا قوموا قوموا يا جماعه ترى ما تعودت على فارس كذا وخر 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 شتي شتي بالله بعد فارس انتبه انتبه يلا يلا مساعد بيحل لغز لك ملك في لغز هنا ابغى البس تعال تعال اني البس ما تلبس الله اني البس خلي 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 خليك بعد خليك بعد اللي فوق لا يا اخي شكلي لا والله انت تمشي ايش بها انا بالله انا عندي تنوره لابس انا البالي بالله شعوركم انتم بالله يا عبد الرحمن والحين سجل لنا مو بلك امس برايم الحين سجل عادي انتم تسجلون جنبك الله يهداك امس برايم ولا يمسجل عبد الرحمن يمشي قدام عبد الرحمن لازم احسن بالله ان في واحد داي علينا ولا انا لك بابنك
انا كنت دعوه القريبي استغفر الله وداك انا لا انا لازم اقطع انا حياتي ما قد صارت في زي كذا مطفي برا مطفي الجو الله شو ذا الحياه ابو علي جاي يا صارت جايب لك احلى اثنين واحسن اثنين والله اني انا خاطري شين والله خاطري شين روح للنقطه شو ابو تونا السلامه اجازه سعيده رجال هلا والله رجال هذا نحط له تبغى شيء يلا مع السلامه صبحت يلا يسلمك يا مرجان لا سمحت تفضل براي ما اتسجل اول من يدخل يلا 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 لا ما انا داخل السجن طب ابراهيم خوف السجن شكرا ايش سالفه تقول لي مع السلامه يا بارك في شيء انت ابراهيم عرفت قال ليش ابراهيم قال له تونا وزي كذا قال يا اخي رصيدي كويس يا اخي يلا 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 معلش ما ادخل ما ادخل والله والله سجن ما ادخل قسم بالله سجن ما ادخل ما ادخل الترتيب الرابع عشان احنا نسوي عادي هذا الخوف هنا يعطيك العافيه الله الله قصك والله عليك كيف بالله والله بالله لو سمحت يا الله بالله مرجان بالله مرجان تعال بريك وجهك تبي شيء سعد سلام جبل المسكين ابشر ان شاء الله والله بالله ابراهيم والسجن حالته مرضيه جهجر وتوك ما اخذ امس 700 ريال يا الله يا الحسد بيتنا كله لم يثبتك انت ها شوف حاسدني على 700 ذي انا نقصت اليوم لا ما نقصت انا نقصت نقصت ليش جاي عندي ليش تسوي هنا جاي عندك سؤال اقصى شيء هنا اخذ 100 ريال هنا طبخ ما تعرف تطبخ يلا فنان لا انا صبحت لا ترى اعاقبك باسبوع هنا والله انا ابوي قال لي لا تضرب الا اصغر منك لا يا رجال والله مرجان ابوي قال احنا قاعدين نضبط شفت شفت هذا بالبرايم امس انا مسجون مسجون لا اللي ورا اللي ورا شفته بالبرايم امس ايش رايك بوجهه ابوي ايش قال لي يا سعد والله دي دي وجه احسن من وجهك الخايس ذا ايش رايك برا يا اخي بريء 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 انا طيب طيب سعد 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 يا يا مرجان 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 شوف بعلمك ليش هو مخسره ليش مرجان صدمه البرايم اللي امس ايوه باقي خوينا بعد أيوة زود عليه اي والله فما قدروا يطبخون اي صح فهذا ما اقدر مصددين انا فهذا انا معك سعد باللغز فراق الحبايب اي والله اي والله اقسم بالله يا اخي سبحان الله انت يعني شوف انا احبك ايه واغليك ايه بس انت ما شاء الله تبارك الله يعني لا اله الا الله ايوه خلاص الله خذ منك شيء واعطاك شيء سبحان الله زيك انت مرجان مرجان الله خذ منك شيء واعطاك شيء انت ما شاء الله تبارك الله الله اعطاك لسان اطول منك انت الله اعطاك طول واعطاك عقل ما في وش يقول عمك انا سام طالع خلاص ايوه والعقل مرجان 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 اسمع الحين وش يقول العفو عند ايش؟ العفو عند السلام عليكم يا سلام الله يستاهل نبدا يا مرجان استاهل عليك خوي نبدا انت والله تستاهل مسار براحتك والله ابدا بتاخذ براحتك شوف ترى 200 امزح من ها خليني انزل شوف والله شوف انا ما احب الخصم والله اني احبك انا لو عندي ازيد الله يسلمك والله اني احبك الله يسلمك تحبني والله جد احبك استانس تدري ليش احبك تدري ليش احبه تدري ليش احبه لانه والله مهما تمزح معه ما يزعل الله يسلمك بالله امس شعوره يا ابراهيم حزين من الشتاء ولا يا خلي تسجل على كيفهم حزين من الظلام في سرير يعني احنا دافعين احنا اثنين هنا لا انا ببكي بس تضعفك حل عن عيني كم رجعتني يا اخوي خذ راحتك اعتبر السجن سجنك اكيد والله تدري يا مرجان كل اللي في قلبك طال غلطك 17 قضيه عليه هذه 18 والله انتبه ترى هذه ثاني مره تدخل السجن اي بعد ما انا اول مره ادخل السجن الله اقوى ليه خانتنا الظروف الله ما هقيت الليل ما يوفي الوقت ماتت الفرحة وانا بعيني اشوف لا لا مسافحك القمر شاهد ولا غيرها حد الله عليك صوتك حلو ولا عيط والله طبخنا طبقة حلوة بس الحين ليش دخلت السجن؟ يا مساعد بالله تعال هنا تبغاني عشان انا احس اني انا كذا سجان اي سجان ريحت يا والله ان في واحد احسه داعين علي انا بالحيل ليه؟ يا اخي اقسم بالله انها شغلة يا اخي
يعني انا اول مره اشوف حظي زي كذا. اقسم بالله حظي يا ولد ما حظك حلو جاتك 700 مدري. اقسم بالله ان عشان حظ الجمهور ولا لو حظي انا جات على حظي. والله لو اقول لك شيء والله الحظ يجي زي كذا. شوف شوف الحظ يجي كذا فلان 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 يوصل عندي يقول لا 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 كذا الحظ يسوي. شوف لو الحظ ما معك كم حظي عجاجة والحدايم قراطيس. عجاجة والحدايم قراطيس. الله بالله أمس كيف شعورك بالبرايم؟ والله صراحة خفت أنا أمس حسيت فيك. والله أنا ما الكوميديا أمس راحت. أوه أيوة فارس إيش يقول لك؟ الله لا يجعل لي شامت. إيش يقول لك إبراهيم عيد أمس؟ إيش قلت؟ إبراهيم عيد إيش يقول لك أمس؟ والله يقول لي انت تستهبل ابو كاتب انت ادريش. انا قلت يا اخي والله ما استهبل ابو كاتب انا اتكلم كذا عادي يعني. ايوه يعني هو يبني اخاف انا صدق اخاف ابو كاتب لكن ما ببين ما بخرب الهيبه اللي مسويها بالقريه. طيب نبدا بمسابقه نبدا عاد انت عارف نظام اللعبه ما يحتاج. لا لا بس قبل ما نبدا هذا ما يعرف نظام اللعبه قبل ما نبدا يا مساعد. يلا يا رب اللي دعا علي. ايوه لا 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 تدعي له لا بدعي له يا رب ان الله يسامحه يا رب وانه يلا ناظر في الشاشه ناظر في الشاشه ليه اصبر الصوره الصوره اوه يلا يا رب تعال بسرعه يلا يا حق ابراهيمات يلا اصبر قبل ما نبدا الله ريحه ابراهيم قبل ما نبدا يلا زبينه 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 ركز 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 47 ورا 47 ثلاثه ولا ركز 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 يمين يا صوتك يجيب لي صداع ركز ركز عاد برا امس وجاكم امس ها ركزت خلاص يلا نقول بسم الله شوف البحر على بركة الله تعال تعال ونتوكل على الله هذه من هنا اصبر 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 هذا الزفلت يا اخوي هذا السفن عندك طيب يا ادم اصبر خلي السفن يلا يا ابراهيمات يلا يلا لا نزل اياها كذا نزلها كذا نزلها كذا هذا بحر عشان انزل فيه بحر يا رجل شوف هنا يا اخي ابراهيم ميد اذا خرب الزفلت حق خلاص البحور خليها هنا ما كانت كذا فارس كملتها اصبر طيب ايوه روح طيب اصبر اصبر لا مو كذا مو كذا مو كذا اصبر يلا يلا اسمع صلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلي على محمد خلاص هنا انت بتشتغل حالك اشتغل لا 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 يا قلبي هذه الزفلت الشارع الزفلت ايه؟ خلاص هيجيب لنا الزفلت وين الزفلت هذا الزفلت راح قام سجنك يا ابو عمي اوكي هذا الزفلت ايش هذا الزفلت بعد صح هي تعال وهذا بعد وين هذا مو زفلت يلا 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 الزفلت هذا هذا السياره صلى على النبي حظي تركته ايش رايك بصوتي؟ مو بحلو داري انه حلو تعال محكمة بالله بطلنا يا اخي انا والله ان أتسمع يعني افضل اثنين جايين عندي ها يا قلبي والله انك افضل اثنين متاكد افضل اثنين ولا كل واحد يجي تقول افضل اثنين؟ اللي يدخل عندي اقول له افضل اثنين لازم يعني ما حد تعرف امسك زفلت امسك زفلت 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 لا يا قلبي لا يا قلبي لا حصل ما سويت شيء ما سويت شيء ولا كلكم سواسية يعني حلو كذا اوكي شايف كيف؟ ايوه 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 لا يا مساعد عطني شعر زفلت شعر ما عدت اشعر قطعت الشعر خلاص اول يوم كنت اكتب شعر كنت احب الحين ما عدت تحب بعد تحب اي والله احبك يقول ان المحبه ما تبي ربها تحجاج قد كان حبك سمح والكبر او وجه حبيتك وعرضت قلبي للاحراج ما تعطى قلبي ولا تنعطى وجه يا زين البرايم اللي يخلي الواحد يتحرك ويطلع اي والله كل شيء اللي في بطنه اللي ببطني ابغى الزفلت هذا الزفلت هنا خلاص انا قاعد اسوي كذا يا فارس الزفلت اي حلو 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 بس هذا غلط لا 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 الا صح الا صح صح خلاص خلينا نرتب السفن وانت رتب الزفلت طيب بعدين يا اخي حظه شين هذا منو؟ هذا حظه زين كاسب 700؟ لا مو من قصه ال 700 اول ما نادى في ابراهيم هو انت الحمد لله واول واحد دخل السجن هو وان شاء الله ربي بيرزقني يقول لك ان مع العسر يسرا اي اكيد الله سبحانه يقول ان مع العسر يسرا والله الله سبحانه وتعالى بيرزقنا ما ندري ان شاء الله الرزق قريب انت تستاهل يا فارس يا قلبي ايوه ركبتها شوف طيب حلو اوكي انا ابغى ايوه تعال هذا ايش؟ يا اخوي انت اشتغل هنا انا بشتغل هنا بس ليش لا ابغى اعرف سبب دخولك البرايم يا مساعد مساعد الفارس مساعد والله كان رصيدي ناقص هذا الهياط واجد صح كان رصيدي ناقص ناقص رصيدك ناقص اي والله شوف 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 ركبتها واخ فارس انا والله عندي خصومات صراحه خصومات من ايش طيب؟ يا اخي لساني هذا لسانك لاعب فيك ها لاعب فيك لا 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 الا الا صح
طيب شو ركز بس انت غلط والله التمر اللي لاعب فيك بالنسبه غلط طالع هنا الا والله غلط اللي عندي غلط الا ليلي يلا اضيع على قلبي طيب ركز ركز معي شوف شوف شوفك تركز معي طالع فيه هذه كذا جاي بس هذه لا الخط هذا غلط غلط يا مساعد انا دائما اي واحد يدخل عندي السجن اساله اسال خلاص هذا طفشت منه اسال وتقرا الجواب يعني انا بعرف انت عند دخولك البرنامج نبغى نعرف ايش رسالتك تقدمها في البرنامج رساله يعني في ناس جمهور في السجن تابعين فقره السجن يبغى يعرفون مساعد وش عنده برا الكوميديا يعني نبغى نعرف اكثر انا داخل تمثيل كوميديا حلو عرفت الرساله اللي قدمها طيب ركز هنا وخليك من خلنا نقول رسالتي مو بس يا اخي قاعد مسولف يا اخي ايش اسمه طلع بطلعك برا والله تك قول يا ريت خليه يكمل يا اخي ركب ركب يا اخوي ايش ركب 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 هذه انت ركب اي قاعد اركب انا ايش فيك انت شوف شوف ترى في قاعد قروشه كمل شوف صلاه النبي الصلاه والسلام ترى هنا في واحده غلط لازم اركبها هذه هذه شوف شوف شلون يا سلامي عليك شوف بتكلم ولا نلغي اللعبه اتكلم ايه والله انا اشوف انا عندي اهداف كثير بسويها ان شاء الله لا بس انا مو في بعض الناس حلو حلو ركبت اللي فوق خلي انت تركب ما عليك انا مركز تركب في بعض الناس قال بسوي ولا شيء من اللي قاله سواه انا هذا اللي قاعد عرفت انا الحمد لله انا ما شوف ما قلت بسوي وسويت الحمد لله عرفت يعني سبحان الله افكر وش اسوي وش اقدم بكره اقدم اشياء يمكن المشاهد ما يلاحظها بشكل كوميدي عرفت يعني مثلا جبت العيد مدري ايش يعني انتبهوا لا تسوون زي ما سووا مساعد عرفت الحمد لله انا بطلع ان شاء الله على التمثيل على طول باذن الله والكوميديا وهذه رسالتي اوصل هل عندك شيء معين تقدمه يعني البرنامج شيء يعني جديد في عالم الكوميديا يعني هو كل الكوميديا الان اكثر اغلبيتها رسالة تقليد. لا لا انا ما قلت لا ما قلت يعني بنسبه عاليه ما احب اقلد نبغى نبغى ايش موضوع جديد مو بس موضوع جديد الحين يعني ساعتين مثل يعني دقيقه ما بناخذ المياه ان شاء الله طيب قلبي بالله الحين كم شركه في السعوديه شركه مويه؟ كثير 30 مويه 30 شركه اتوقع اكيد عرفت؟ اكيد كل شركه عن شركه تختلف هذا هو الفنان وكلها ايوه كلها منتج واحد كلها منتج واحد بس في ناس يفضلون الممثل ذا عن الممثل ذا صدقت ايه لان في اشياء كمل يا فارس معك انت اللي مضيع مو انا مركب اللي فوق شوف انا مركب هذه وهذه 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 انت ما ركبت الا هذه مسوي لي فيها قروشه والله اي والله بالله ما ركب ست هذه طب ركز انا بركبها كيف ما انا داري هذه غلط في شيء غلط هذه غلط هذه غلط شوفها شيلها 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 عرفت يا مرجان يا اخي بالله وخر يا اخي عرفت يا مرجان لا تكفى يا ايش فيك تكفى يا قلبي لا تلعب فيها دخيلك تروح هناك طلبتك اول مره طلبتني اول غلط شيبانك انا يا اخي انا هذه شغله وغلط شيبانك هاي وغلط شيبانك طلبتك بغلط شيبانك وانا الخضراء يا اخي قروشني ذا يا اخي دقيقه عيد عيد لحظه انا عيد وغلط شيبانك انك تترك حبه حبه يا اخي اسكت انت اقفلتنا تراك انا بغلط شيبانك خلاص انا عندي موضوع بقوله وبرجع مكان شوف شوف ركبت هذه ايه حلو وين ركبت؟ ركبت هنا طيب نقول بسم الله يلا ركب لي اياها لا هذه مو هنا دقيقة ها؟ في واحدة على شيء بسيط طيب يا اخوان انا عندي يا اخي ايوه خلونا اقول خذ راحتك يلا تراكم انتم بقروش والله ليش قروش اسال امتحان انتم يا شوف شوف بقول شيء بقول شيء فارس ترى هو يسالنا عشان اللهين عشان نخلص انا ما قاعد انا عندي موضوع بقوله وبمشي ما اروح وين تمشي؟ هناك يلا قول ركبنا هذه شوف ركبت وين؟ اوكي يلا وهذه ركبتها شوف سلام عليك طيب تعال 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 ها شوف هذه تركب هنا ولا لا شوف اي والله ايوه اوكي خلاص حلو بس عندنا لازم نزحها كذا بس دفها كذا زحها دفها كذا دف زحها شوف هذه عندك عندك هذه والله اللي ايوه نكمل ايه يلا خلينا نكمل لان ايوه تعال اه يا اخوي خليها كذا شوي غير مكانك لو سمحت ليه؟ مكانك مو كويس ايه عشان شو اسمه؟ تعال تعال اسحب هذه معاها خلاص
ايه اسحب وركب صح اخر شيء للزاويه صح بس خلاص شو اسم الزلمه هاي شوف ايوه الوقت الوقت ما علينا من الوقت انت عارف الوقت كم هنا 30 دقيقه ايوه تعال في واحده هنا لازم تركب 30 دقيقه من كيسك لا في واحده هنا يلا لا لا خلاص كمل ايوه كمل سعد جيبها كذا ايش رايك يا اخي خله يسولف والله تركب ثرثر رجعها ايش رايك لان طالع في ركز معاك ايوه خلاص بس خلي على كذا خلي على كذا يلا سلام عليك يا مسعد يسعد امك شوف شوف كذا خالد كذا خلاص خلي خلي انا كمل اسمع اسمع خلاص خلي ايوه كمل كمل ايوه اكمل وين وصلنا احنا والله ما ادري وصلنا عند شركة المويه هذه الشركه عرفت فكل مويه تميز عن غيره بشي حاجه طبعا طبعا اكيد وان شاء الله نتميز بشيء ثاني سلام سعد سعد شوف ركبنا هذا انا ما اوعد عشان ما اخلف عرفت ايه انا هذا اللي أبقى. ايوه وبعدين يمكن اوعد يمكن انسى وناس يحسبون هذا ما هو فالناس حتى لو انك طلعت من البرنامج بيقول لك وين اللي قلته وين اللي قلته وين اللي قلت انا عندي افكار بس ما راح اقول انا اطرحها كذا فجاه مد يدك ها مد يدي فيش فهمت يا مرجان مد يدي فيش فهمت يا مرجان مدت في يدي فيش هذه ركبتها شوف يا فارس حلو خليها فهذه طب شيل هذيك شيل هذيك فارس شو ايش يشيل عيب والله ما حقيتك كذا تيجي ممكن وش فيك يا فارس شوف شوف فارس ركبتها شوف ايوه كم كم معلك في هذا يعني انا شوف غير مكانك شوف ركبت هذه الحين باقي كم أيوه. طيب اسمع اسمع ركبنا ذا السفن شوف حلو اوكي طيب نبغى نركب اللي هناك ايش رايك انت ترى مقروشني وانا اللي قاعد احل بلا مرجان شفت احل مقروش والله انا مقروش هذا هذه كلها انا حليتها انت ما ركبت الا ذي انا اسف يا مساعد يا قلبي والله اسف اساس كذا يقول لي ركز عشان هو ما يعرف انا ما اعرف والله صدق ما اعرف ليش اكذب عليك اقول لك اعرف وانا ما اعرف طيب يا بيجيك انت بسالك يا انت امر يا قلبي اسالك طيب بس الحين بسالك سؤال بصراحه امس يوم كنت شوي شوي ايدك يوم كنت ما ادري يوم ناداك ابراهيم وقال لك ابراهيم بصراحه تمنيت قبل ابراهيم انك قدمت الاشياء اللي عندك وبراست وهذا الحمد لله انا قاعد اقدم كل يوم لا لا يعني تمنيت ذا الشيء ولا لا؟ كل شخص يتمنى يعني يعني كانك ايش؟ ندمت اللحظه اللي ما سويت فيها الايام اللي راحت شيء ايوه حلو طنش ايوه ايوه اسف والله العظيم ما هي عادتي يلا ايوه بس والله لازم لازم لا هذه غلط انا بسحب عليك ايوه مساعد اشلون؟ ايوه خلينا نسولف انبه شوف ما في الا نوت ها؟ لا اعتبر هذا موجود ايه لا تبغى تسالني سؤال عادي انا شوف انا بقدم اشياء كثيره وانا ترى شوف انا من الانسان اللي يحب يسوي الخير ممكن اقدم شيء كل الناس تحب تسوي خير هذا لا لا شوف شوف بقول لك شيء هذا واضح لا في ناس الخير بوجهه ما يسويه اي هذا واضح شوف شوف استغفر الله وتوب عليه انا ممكن اقدم شيء ما استفيد منه بس تبتسم لا ابتسمت يكفي الابتسامة بوجه أخيك المسلم صدقة خلاص أنا لما أسوي شيء مو شرط إني أسوي هدف لكن أسوي الابتسامة أنت اللي حابب توصله لا أوصل كذا وأوصل هدف مو بشرط إني في مقاطع أسويها بدون هدف لكن تزرع الابتسامة يعني مثلا يوميات اللي تصير في البيت يعني موقف دائما يصير في البيت فينجب المشاهد لما يشوفه يضحك هذا هو يقول أضحك علشان تطلع صورتك حلوة أضحك على الناس ولا أضحك على نفسي ودائما يقول ودي أقول كلمة تحطمك انا ايه قول يا قلبي امسك امسك الصور بس طيب قول يا قلبي دي 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 اسمع يا فارس تسع راكبة يا فارس لا هذا اللي وراك انت منشد كويس وصوت كويس بس ما انت بحاول هذه غلط ترى الاولى غلط ايوه ايوه الاولى غلط شو؟ انا اتوقع انه مالي لا تحدى اي أيوة والله غلط نعم الله عليهم وين اللي سجل اسمي؟ يسجل هو كل واحد ريالين يا محمد ولا؟ هاي محمد كل واحد ريالين ولا؟ كل واحد ريالين ولا؟ ايوه ريال 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 يا حبي لك جعل والدي ووالديكم في الجنة حافظ اسمعنا امين يا رب حافظ اسمعنا تعال ليش نذكر سجلنا ولا ما نذكر يا حبيب قلبي يا الله حبيبي والله محمد يا الله أعوذ بالله الكاميرات توجهت علينا
متى؟ ايش سوى ذا؟ وش سوى؟ نبي حط مويه على شيء حار جالس يجيب لك الصابون وسوي حط شيء اللي هي مولع. شو وجهه صار احمر من الحرارة؟ يا ربي لقيت الصابون يا الله. انت انت انطورت اللحن لدرجة الناس ما يبون يسمعوا. يا ربي لقيت الصابون لحظة الوداع. وش الأنشيد اللي انت حافظها؟ أنا برا أنشيد الروشة. طيب حافظا صدتك عني غريبة؟ لا والله ما حفظت. أول مقطع أبو من؟ صدتك عني غريبة. حافظ القرآن وأذان أنا. صدتك عني غريبة ما تعرفه. شوف شرطي خادم محمد الذهلي لو إني بشتغل على إنشاد 24 ساعة اسمع وجرب واخذ خبرة شرط اللي بطلع لك بصوت ما تطلعون لو تموت مستحيل. ليش؟ ما في موهبة. هو القرآن. شلون القرآن؟ القرآن القرآن شيء ولا لا ما هو بشيء اللي عنده إمكانية بالقرآن عنده إمكانية بالنشيد يعني. طيب دقيقة من قال عنده إمكانية بالقرآن؟ عطني نشيد للسديس. السديس؟ خل مو مستديس شوف العفاسي وش دخل يعني العفاسي منشد؟ لا قرآن. دقيقة عمره كله اسمع قرآن. اسمع هاي هاي ما جاء انشد الا 5 سنين. اسمع دقيقة ترى خلاص خل ما اتكلم. يا مو بي واحد ينشد يقرا القران ولا اي واحد يقرا القران ينشد في احد يجمع عند جميع. لا تدري ايش يقولون؟ لكن مو بالكل. تدري ايش يقولون؟ يقولون القران اصعب ضبط الانشاد اصعب ضبط كتجويد. لكن ما هو بتجويد ترتيلا كترتيل لا 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 بالعكس. ابوك شيء القران محدود. القران يرتلك. القران محدود. القران محدود مو مثل النشيد. والله انتم تروعوني يا ولد ما تساعدون احد. لا تناقشنا بالانشاد. لا تناقشنا يا ولد والله ما يساعدون احد. ناقش بشيء مجالنا بتخصصنا يا شيخ. اقولك اعرف يا شو انا عمي حافظ مفروض ابراهيم من اول اسبوع. شوف صح باقي باقي هذا ما يصير. ما يصير يا فارس. ما يصير. امسك صورتين لو سمحت مكانك. ليش مكانك؟ غير يا اخي مكانك يا اخي. فارس سلام دفك كذا شوف. ايوه ايوه حلو. ركبت ركبت صح. اوه صح خلاص هذه ركبتها. الجهاز خلصنا منه يا فارس. شكرا لك. شكرا لك. يدك اقسم بعز الجلال. لا لا اوريك انا ايش بتسوي. خلي اكيد اشتكي. يا اشتكي اقدر اشتكي. وين تشتكي؟ مين يرحم والديك يخرب علي. خرب خرب. هذه ركبتها. باقي اللي فوق. باقي اللي فوق. تدري ان انا اصلا لو قريت عقدك ها واللائحه من تخصص اني بخرب عليك. تخصصك ايش؟ اني اخرب عليك بالله. انا اهم شيء انا ودي ان عندك تنام في السجن. ما في نوم في السجن. الجمهور طلع. بالله ركب هذه. انا بعطيك ابي هن الثنتين هنا. طيب انا اعطيك ايش تبغى؟ كفو باقي اللي تحت. اتوقع هذه صح. ركبت صح. اوكي هذه وين؟ شوف يا فارس الوقت قاعد يمشي ترى. الوقت ما يخلص بقول لك وقف. الوقت ما يخلص تقول وقف؟ ايه بالله. ايوه بالله. ايه شو ركبنا هذا؟ يلا هذه مكانها صح ترى. طيب اصبر. لا ركبنا هذه اللي تحت. شوف هذه مكانها هنا. ايوه سلام ركبت. ايوه ركبت. يا سلام والله فارس ذكي والله. اخيرا شغلت مخك والله يصلح صور. والله البحر اللي بلعب فيه هنا كله سهله. ايوه البحر تحت غامق. غامق البحر. في بحر غامق صار ها. في بحر غامق. اسف شيء بدك شيت يا اخي. الساعه هذه يا فارس. هذه السفينه. شوف الساعه الحلوه هذه كذا. شوف هذه السفينه. الساعه الحلوه هذه. لا هذه ايش؟ ايوه شو شلون بالكيس. هذه هديه بالكيس. اي بالكيس. اي واحد يقول شيء ها والله هديه ولا عشان ايش على باله انه بطلب العين. والله كامل عليه والله. يا الله يسلمك حبيبي. لا بس انا اعلمك يعني. خلاص ركبت هذه. شوف هذه يلا خلصنا. الا ايوه يا اخي يا ريتك
يا ريت ان البرايم من اول اسبوع ليه كان طلع قدراته. يلا 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 لا لا سجين سجين هذا سجننا والله ما يطلعنا خلاص 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 يلا يلا مشمش يلا خلاص الحين خلاص حلتوها متأكدين متأكدين ونص متأكد ونص مليون متأكد مليون متأكد ونص 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 ونصين يعني ما انا مو متاكد نص النص متاكد من اكثر النص ولا الريال متاكد وريال يلا ولا تزعل حركات وجذب والله 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 البرايم يلا طلعنا برايم والله رزاق والله حركات والله امس برايم وطلعنا رجعنا للقريه واليوم سجل وطلعنا ناخذ 200 ناخذ 200 ولا 100 كل واحد 100 لو عن نفسي ما اعطيك ريال واحد والله لو لو عن نفسك تعطيني عيونك اعرف لكن بلا كم لنا امانه يا اخي رجلي يا اخي بلا كم لنا تعال تعال يا اخي واضح وجهه الطيب الحنون قلبي 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 مرجان اقسم بالله مرجان قلبي كم والله قاعد والله عندي رساله تنبيه يا اخوان عيد عيد يا كنترول لو طلب البزر هذا أرقام التواصل راح تطلع على الشاشة العين ليه؟ لا 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 صح 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 والله إنه صح ها؟ صح صح يا أخوي ما في شيء صح يا أخوي صح 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 تذكير مرة ثانية أقعد أقعد خليك خليك ليه شو يقول شو يقول؟ لا لا قاعد نعلن هذا إعلان لنا إحنا وش دخلكم أنتم؟ خلاص أجل يا أخي أنتم ملاقيف والله بس 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 تحشرون نفسكم في كل حاجة خلاص يعني أنتم خلاص يعني أنكم في القرية سويتوا أنكم كل شيء لكم يعني خلاص صار كل شيء لكم يعني لكل واحد نطلع برا يعني ما حد نجي يعني لكل واحد 100؟ أه هذه بعدين خلينا نكمل يا أخي أنت فاضي هذه أرقام التواصل الحين تطلع على الشاشة وفيها الايميل رسالة طلبات وشكرا لكم الله يعطيكم العافية على تعاونكم معنا وشغلهم والله كويس بالله ايش رايكم في شغلهم؟ ما يسأل ما يسأل ما يسأل ها؟ ما يسأل طباعة طباعة ايش رايكم في شغلهم؟ والله انت شلونك انت اخبارك طيب؟ والله انت بالله انت تشوف احد يتكلم؟ لا ما ادري احس ظلك يتكلم حتى لو ما ادري ليش اسوء تنسي انت جالس انا اشوف ظلك ذاك يتكلم لا هذاك مو ظل ها مو ظل ها طب تخيلوا ها يا الله يا اخي اذا تسمحوا لي كذا حتى لو اركب الصوره اسجنها تسمع الصوت؟ اي تسمع الصوت اعوذ بالله الله ترى يقول لك القريه دي اقرب فيها جن بسم الله انت تعوذ من الشيطان يا اختي اسمع خلاص نقوم نطلع برا انت يا خلاص عزر قايم خلينا خلاص 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 اطلع برا اسمع كمل الواحد اطلع برا اطلع برا ولا ريال لا لا كل واحد 100 يلا يلا مجانا مجانا 100 توقع 100 زعلت قبل شوي زعلان انا بالله بالله كيف ما حقت علينا والله اقسم بالله تبسط ترى انت ما لقيت الا كرهتكم انت ما لقيت الا اثنين فاهين انا كرهتكم زيارتك خربانه سيارتي الحرارة أنا أول مرة أشوف الحرارة تبتدي في أيام البرد. تبي شيء؟ حرارة تبتدي في أيام البرد. إيه والله سيارتك مضروبة. شوف يا مساعد. أيوة أنا قالوا أنت تعال تعال. بسألك سؤال ما إنك فاهم. يا خلنا يقولون فارس دائما عنده حكم وهو مساعد. الحين الفنان الموهوب الكوميدي. قبل ما تكمل تبي أنا جاوب ولا فارس؟ يعني كلكم الاثنين. أوكي. يعني أي شخص. أوكي. موهوب بحاجة. يفعلونه في مواقفها تبين طبعا انا شو السالفه انا كنت بينهم ايه واقف وانا لي 9 ايام انا قاعد المح لهم اني شاعر قلت طيب وانا يناظرني كذا ابي شيء عشر دور غيره يعني يعني معصي بهاجيك انا كتبت طبعا ابيات بس لك القى بدون قافيه يسمونه هذا الشعر الحر الشعر الرخيص النثر لا والله ما يسمى لا لا انا كتب اخر بيت بدون قافيه لاني تعبت ليه طيب سلك سلك من نفسك واعطاني بيتين ادعوها يقول لك خذوني على الابراهيم
وانا خاطري مكسور ودي برجعة للقرية تجبر الخاطر صرت انا كما تايه يمشي بزاق مكسور ومستك بشعبان والجو به مطر لكن برحمة الله ثم بوقفة الجمهور رجعنا ودعنا طيب الذكر خالد ضرورة شعرية خالد الشعرية عندك رهيبة بس اهنيك والله صح صورتها كيف صورتها مثل اللي بين الشعبان ورجل مكسور ما يقدر يتفرج ويمسك هذا العلم يا هذا الصوره الشعريه اما الاوزان والقافي عند الشعار انا ما ادري الاوزان يا سعد الاوزان لو ما لو ما لو ما هي موزونه ما قدرت تشيلها سم مشغل والله لو ما اقسم بالله طالع فيه يمكن حجار حجار طقطق عليك ارجع عليك والله شوف عيال اعطيكم طريقه تختصر لكم الموضوع ايه فارقين الله يبارك من هنا لا فك الزر هذا دخل يدك ايه طلع المايك انتهي هذا اللي متعودين على السيف يا سعد مو بحنا الله اطب بالنار انا ولا بسم الله على النار بسم الله على النار يحب المس بعد البرايم صاير الدم خفيف ايوه 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 تغير يجيني واجد ويا خاطر المكسور صبرك علي انا سبب في كسرتك واتحمل علقتك بشخص ولا صار لي يا حظي المنحوس تكفى تجمال الله 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 تبون قصه وقصيده عطنا اسلم ما نبغى غير هنا قصه طعمك عمرك مسجل ابيات عشان ما انساها طرت علي كتبها انت القصيده لا قصيدها الرعيها لكن سجلتها عشان ما انساها لاني جلست ياراها اني عصرت مخي لين طلعتها هذا طال عمركم يمكن قد مرت عليكم واحد مقرود انا ما ودي اذكر الاسماء ولا بذكر الاسماء دائما انا احب قصص المقاريد لا لا مو واحد ثاني غيره مقرود ثاني هذا واحد طال عمرك قال له خليف ايوه المقرود والشيخ طال عمرك اسمه ساجر الشيخ ساجر هذا طال عمرك المقرود خليف راح وربعه عنه وجلس هو امه شدوا ياخذ امه طال عمرك خلى امه في الخيمه وراح لين وصل عند ديار الشيخ ساجر المظالم يقرط على الشيخ ساير ولا ساجر؟ ساجر 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 وش علمك؟ قال علمي كذا 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 ربعي راحوا خلوني قال روح جيب امك ومرحبا بك وانزل عندنا ساجر الرفدي ها؟ ساجر الرفدي الله الله اسلم قال له مرحبا بك انزل عنده روح جيب امك وتعال راح جاب امه وجاء المهم لا الرجال صار ملازم للشيخ في مجلسه ومعه الحمد لله حمك الله اليوم الثاني كان الشيخ بيطلع مقناص ترى من رفيدنا يا منيف بيطلع مقناص الشيخ بيقنص قال خاون احنا بنقنص بكره بنصبح نروح نقنص قال توكلنا على الله يوم ما اصبح طال عمركم يمشون الشيخ معه طير ومعه سلوقي طير من الطير من اغلى طيوره جوارح ايه صقر يوم انهم طلعوا طال عمرك يشوفون الطريده الارنب وهم يفكون السلوقي عليها ايه يطردوا وهم وراه من شاف المقرود ذا شاف ان الارنب انها بتفلت من السلوقي وهو يتحمس فيه حركته عجل هو ويخم البندق طال عمرك وهو يقطر على الارنب
قال خلينا بلحق على الارنب قبل لا تروح. ما هو بجيبها هذا يا منى قبل طلع عمرك عليها وهي ارمي لها في السلوقي. اوف يا منى ايش؟ روم لها في السلوقي. السلوقي يقولون عاد ما ادري على السلق ما ادري عنها انا ايش انساه بس يقولون انها طيب. له على جنبه. سمعت يا منيف؟ ايوه سدح السلوق يا الرجال. هو عجل يبغى يرمي الارنب قبل لا تروح ويرمي السلوق. هذا انت يا ساجر؟ إيه لا خليف خليف إيه. ساجر الشيخ يا خليف وش سويت يا خليف؟ قال هي هي حصل ما حصل انا بغيت الارنب طال عمرك واخطيتها. قال مهم مشكلة عود اليوم الثاني ظهر مرة ثانية وهم يوم شافوا الطريدة طال عمرك والطير والشيخ يهد الطير والطير مع الارنب مع الارنب مع الارنب ليه يوم انها وصلت تبى تجحر الارنب قال والله ما تروح ويلقط البندق ويرمي الطير لا يبقى الطير الطير من اغلى ما يملك الامير يعده يا ولد واحد من عياله يغليها اغلى من عياله يا خليف شو اسوي انا ابى الارنب وجيت في الطير قال الله يقرد حظك شينو شينو قالوا عرضة الرب عودنا لهم هم في رمضان صايمين عودوا طال عمرك بيوتهم دخل الشيخ ويدخل وراها عاين لا للشيخ زعلان وضايق قال اجل بخليه قال بخليه وبروح لني هذا شويه عود لامه خليف يوم جاء عند امه قال علم كذا 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 قالت وتخلي الشيخ زعلان عود رح راضه واجلس معه نعم واستقبل ضيوفه رح خلك معه قال توكلنا على الله هو يعود يجي للشيخ لا قبل لا يجي الشيخ طال عمرك قبل المغرب مجهز ندلته ومطرفها على جال الضوء سلام عليكم السلام مجهز ندله ومطرفها على جال الضوء عمر تعال ومجهز له معها يسمونه يا منيف الغليوم من اول في عظم يحطونه في عظم مجهزه الدله على جال الضوء والغليوم ذا حاطه على جنب في عظم يترقب الاذان يبي يذن بيتقهوى الرجال والخليوي جاي لا لا جايك معود جايك بيعتذر يوم انه دخل اقبل على الشيخ ويسلم عليه يوم انه دخل بيسلم على الشيخ وهو يطلع عظم لهم مكسر لا هو اخر ما عنده اخر ما عنده الشيخ هذا اخر ما عنده شيء ما عاد عنده شيء مقطوع عظم غليون حاطن فيها التبغ والدله اخر ما بقى من الهيل مسوي اخر دله حاطه على جال قال اتحلامك يا خليل وكسر ذو يعود ورا يوم رجع ورا ويصقع الدله لهي من تثره لهي من تثره الدله اخر ما عنده شيخ ما بها لا قهوه ولا شيء والمغرب بيذن الرجال راسه منتفخ قال روح قال روح لا بارك الله فيك روح خذ اللي تبى من الارزاق ومن الانعام وفارقني لا تشوفك عين عاد اشوفك انت حظك يدلف اي ونشدد عطاه من الخير عطاه له وخلاه يشد عاد كتب فيها ابيات قال البارحه بالليل شو يقول؟ هذا خبره ما تخالف البارحه بالليل ما تريد حالي قضيت انا ليلي حزينا ومحتار مصيبه ما شفتها بالليالي يتقل يوهج بالضماير لها بنار مصايب جني من اول وتالي اربع مصايب لو عني من الجار الاول حطاب السلوقي الاول حطاب وشو الاول حطاب يدل عيال عيالي ما ادري شو يقول اغلى من عيالي اشقر عديم لبرق الريشه الطير اشقر عديم لبرق الريشه نثار والثانيه خطاف خطفه السلوقي والثانيه خطاف ماله مثالي شرع على تيسه جميله اليثار والثالثه سويت بصفره الدلالي وقصرتها ما ادري شو يقول على وقصرتها وفاحت على بن وبهار والرابعه بالعظم تتنا الشمالي وفلت منها الحين حزات الافطار يا ليت جتني قوم وفنت حلالي واصبر على مر الليالي والاعذار وما شفت مثل خليف ما شفت مثل خليف
قليل مدري وش يقول آلي لا من خلقة البدوان ما مثلها صار وسلامتكم هذه سالفة ساجر سالفة مغانم يا ابو لا 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 هذه هذا شطر وهذا شطر والله ان خليف هذا ذكرني بواحد اسمه صالح اي خذ وجبه يعطيك علي قالت وانت اللي حاط فرس كبير قال الري جيل دهواني بلسد ابطلع اليوم قبل بكره هو ياخذ اغراضه وينحاش من حرمته يوم ينحاش لهم قدام القبيله يا ابو حنسل يا ابو حنسل قرش قال لا سجاه لا سجاه لا سجاه قال انزلوا علي انزلوا علي هم يروحون يخلون هذول لا سجاه من ورا طالع من ورا الديره هو ينحاش ابو حنش يوم اخذ حرمته وينحاش وجاب الليل هو يدور لها قرب الشجره ويرقد فوق ذا اللي من الاسد ما يبي الاسد يقرب هبل هو يركب فوق الشجره ويرقد علشان الليل امسى يوم جت الشمس وطلعت الشمس ويبدي يتمسس بالنوم تو انه قام اذيره ضرب ما ادري وش ضرب وطاح يوم طاح له فوق ظهر الاسد ها مايك والله ان الشغال الري يا ريجي لا سجل قد علمنا بها يا ياسين وانت مسترسل مسترسل مسع اهم شيء قلت هذا المايك لا يا ياسين الحظ الشيء الهي بس والله والله يا اخي ما تضبط ولا وبعدين لما جيتك بعد بالتجاره قاعد تخطط تستثمر ثم بعد ما يجي زباين ثم تبي تقول بسوي حمله تسويقيه ثم ما يجي زباين ثم تنتحر يعني خربان يا الله يلا يا راعي الاسد ارجوك ارجوك بسرعه يا راعي ابو حنشه لو راعي الاسد 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 يوم انه طاح من الشره الى فوق ظهر الاسد هو من الراحه والخوف تمسك بشعر الاسد يا ما بالموت يا بالسلامه وماسك شعر الاسد والاسد يضرب وين ضرب وين راح وسط الديره تعرض الديره يوم قاموا الصبح وقاموا بيتقهون يشوفون علمهم الى جاينا ابو حنشه فوق ظهر الاسد تقل حصان كفو ويناظر الشيخ ويقومون الربع يا ولد الدهى ذا وشو الدهى المصيبه ذا وش ما حنا ما نقرب الاسد بعد واحد ثاني حنا ما نقرب الاسد وهذا راكب من فوق ظهره والله كفو يا ابو حنشل هو يضرب الديره عرض وطول الان وصل اخر طلع من الديره يوم طلع من الديره مدرسه وهو يطيح الاسد تروع البلي اللي فوق ظهره ما يدري وش معه راح يركبها الاسد على وجهه على وجهه راح ما عاد يرجع للديره ابد ابو حنشل رجع له سيفه معه واموره معه قال ابشركم قطعت لكم راسي ما عاد تشوفون هبل الشيخ انهبل هذا والله الدعه يا ريجي والله اللي يجلس في صدر المجلس هو يجلسون في صدر المجلس هو يسولف ويعطيهم العلوم والشجاعه وانا وسويت وقبيلتي سويت فيك كلام من كيسه الرجال استانس اول مره تجي الشجاعه وطلاخه دعود لبني المهم يا طويل العمر اخذ يومين اخذ ثلاث ايام إيه لا قالوا ما لنا الا نختبر ابو وش اسمه ما لنا الا نشوف ابو حنشل جو من بكره قالوا اسمع يا ابو حنشل انت عز الله انك ما قصرت ذبحت لنا الاسد لكن في مشكله ثانيه عندنا في الديره انحليتها عز الله وراك احد قالوا شنو قال عندنا قطع طرق كل فتره هم يدخلون علينا يقطعون اللي عندنا يسرقون ينحشوا حناشر كلهم والله ما نقربهم لا احد يقرب لكن ما يجون الا من سنه لسنه قالوا إيه سنه اجل توهم عليكم قال لا موعدهم بكره ها قال موعدهم بكره تمت السنه بكره جايين او ماي جاد ابو حنشل قال يا ولد الحظ وشو متى بيجون قال بكره هم جايين ايش اسمه حزت الصبح لهم غيرين على اخر الليل قال بس علمهم عندي يوم جاء الليل يروح حرمته قال احنا منحشين والله ما عندنا قرب الديره ذي كل يوم محشرين على شيء احنا ما لنا بالشجاعه الا الحظ اللي يقودها الله لنا يوم جاء منحاش وجاء الصبح الا قطع الطرق في وجهه هو شافهم ما جاوا للحين رجع للشيخ قال يا حرمتي قال نعم قال والله ما نقدر ننحاش منهم لكن مالي لانهم بيلحقونه بياخذون اللي معه غصب والخيل اللي معه كديش قال برجع للشيخ هو يرجع للشيخ قال اسمع تو انا اردهم لك قال لي قال عطني اطيب الخيول عندك اطيب خيل عندك هو ياخذ شو اسمه اطيب الخيول من الشيخ هو يحط في رجله ايش عود ولا يحطونها كالحين العود علشان ايش عشان الخيل اذا حس الوجع انطلق ما يقف ابد هو حط العود هو يركب يوم ركب وحرمته تعدت هو ينحاش ما يقف ابد الخيل عشان قطع الطريق اذا الحقوه ما يمسكونها ابد هو ينحاش المهم من ردات الحظ الخيل وين توجه؟
توجه لقطاع الطريق نحرهم نحر وجها لوجه وجها لوجه وابو حنشل انهبل راح يتمسك باللي وراه اللي دونه كل شيء يجي يتمسك به علشان يرجع يا ابن حاش المصيب ان كل ما تمسك بشيء يقلع معه الشجر قام مسك الشجرة وقطع الشجرة معه مسك ما ادري وش خيمه قطع الخيمه معه لا كل شيء ينقطع وراه قطع الطرق انهبل قال جاك قال هذا المصيبه اللي يقطع الشجر والحجر وكل شيء وهو لحاله احنا والله اللي يسوي بنسوات الشجر وغيره تبون العلم انحاش يا رجل عاد تقربون قطعت انحاش بدل الرجال من هالمصيبه ذا اللي قطع الشجر والله الحمد لله هو قد جايهم نحر منحر هم يقطعون الشجر هم يروح لما راح ينحشوا يوم انحاش شافهم دل هو يحلت نفسه من الخير تكسر وجاه ما ادري وش اللي جاه المهم انه دور حرمته دور حرمته لان لقاها ويرجعون قال الحمد لله سلمنا يروح للشيخ قال عمي شيخ قال ها هذه تكسرت وهذه دماني وهذه علومي بسبت اهوشتي مع الريجي تحاربتنا وياه لان قطعت رؤوسهم كلهم قطع الطرق قال كم عددهم قال 10 قال نعم مكرم هذه نعم مكرم مني انا بس الشيخ تصدق قالها بعد قال نعم مكرم والله اني كذيب والله اني كذيب من ذيب المهم يطول العمر ويحطون صدر مجلس يسالفون يوم جاء من بكره كل مصيبه تنتهون الا المصيبه ذي من بكره من اللي جاء جت عجوز العجوز ذي وش وظيفتها بالقبيلة؟ تخط كاهنة قالت اسمع أبو حنشل شجاعتك وعلومك خربيطك الله كلها خرطي الله ما عندك إلا الدجانة كاهنة وأعرف كلها حظ لكن اسمع الله أني لعلم عليك القبيلة كلها والشيخ أولهم قال لي بنت الحلال تكفين لا تردين بحظي والله أني مستانس أول مرة يصير لي عز قالت والله لعلم دريت ولا ما دريت إلا بشرط عاد وش هو الشرط يلا قول لي وش هو الشرط انا وافقت على شرطي انا ماني معلمتني احد زوجني ايه قالت تزوجني غصب عجوز تنطيح تنسنونها ووجهها قسم بالله وجه القرد واقبح وامورها استغفر الله العظيم امورها حاله كسيفه قالت تزوجني غصب عنك وماني معلم قال يا بنت الحلال يا بنت الحلال كيت العلم ما يصلح انا عندي حرمتي وانت عجوز قالت مالك تزوجني غصب والشيخ اللي يجيك من رزقي يجيني انا فلوس الشيخ كلها تجيني انا ولا بعلم عليك آه ولا بعلم عليك القبيلة قال تبين العلم قال لي قال خلاص أنا موافق على الشرط بس ما هو بالحين خلي بعدين قالت زين لك 10 أيام إن ما جيتني ترى بعلم راحت العشر الأيام تمشي 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 بسرعة جاء الشيخ قال أنا بموت حسيت حزت موتي حس الرجال إنه كبر سن لكن تخيروا أهل القبيلة اللي بمسك الشيخ بدالي ويصير إيش ويأخذ بنتي أو يتزوج بنتي أو يأخذ بنتي ويصير الشيخة عنده حلو قال من تبون قالوا بنت خير بين الفريس وبين عيالك عياله عنده ولد صغير يتخيرون بينهم للحين وبين فريس القبيلة فيها الفارس اللي قبله فيه أبو حنشل وفيه بعد فارس ثالث وفيها أولده أربعة المهم قال لكم 10 أيام بعد 10 أيام شو اسمه لكم أهل منددي لأنا موت يا طويل العمر والسلامة رابع يوم خامس يوم سادس يوم مات الشيخ أنا قريب لا والله ها وتسد وصى واحد من اللي عنده قال إذا مت لكم درج حطوا في الدرج أشياء موجودة داخل ثلاثة دروب اللي من الفريس واحد من عيالي يعرف اللي موجود له الشيخة وله بنتي اللي يعرف له الشيخة وله بنتي جاب وش حط في الدرج الأول عسل وحط في الدرج الثاني طين وحط في الدرج الثالث طحي هو الشيخ قال اللي يجيب اثنين ثلاثة هو جيبها له المهم يوم مات الشيخ وجابوا عشر يوم هم يحطون الدرج قالوا يلا اللي يعرف من الفريس والثلاثة تراه الفارس جاء الأول رمعها إلى خطأ ولده جاء الفارس الثاني إلى خطأ جاء الفارس الثالث إلى خطأ وأبو حنشل بلش ما يدري وش يقول يتخير يتفكر ما يدري وش يسوي المهم يوم أنه التفت سدى العجوز دخلت عليه العجوز معدت اليوم العاشر قال المعلم ترى بكشف سرك واليوم العاشر ايوه اليوم العاشر اللي هي داخله يوم داخل قال اسمع يا القبيله كلكم والله يوم دخلت الحرمه ان اول حياتي عز الله انها عسل لكن الحين حظي راح طين خلاص خربت قالوا صح والله انها عسل وطين لك الشيخ ولك البنت لك الشيخ ولك البنت كفو يا ولد يوم قال لك البنت سلام هلا اهلا وسهلا استريح استريح يا غان يوم قال لك البنت من اللي مات؟ ماتت العجوز يوم سمعت العلم والغيره انها بتزوجه ماتت واخذ الشيخه واخذ البنت واخرتها طيب واخرتها طيب ايش اسمه طين طين طين
مع حظي صارطين من اول اسال وحين حظي صارطين هو ياخذ الشيخ وياخذ البنت ورزقي يتم ويصير شيخ القبيله بس عقبه وش سوى والله اني ما ادري الله يرزقك لو كاد ان حظه ردي عقبه الله ردي هذا الحظ القايم بس جاء الشيخ ما ندري وش يسوي تطلع علوم صد الحين صار شيخ خلاص جاتني الشيخ خلاص ما تحرك يا جماعه خلاص برسل البريد انا ما رزقك يا ابو حظك حتى رضي من حط هلا ابو حنين اقول ابو حنين الربع قصدك حظ ردي من اول ثم انزع من تالي نعم هو بيجي شيخ وبيحط له فرح فارس هو يامرينها هو يامرينها بعدين وين حظ ردي ذا؟ هذا خمل ويسوق حظ سوق اقول خمل ويسوق حظ سوق هذا اللي هذا والله هذا الرجال هذا الرجال حتى القرعه اقول اسمع اعترضت على القرعه اول شيء وقرعه اعترضت على الشباب دقيقه افلح يا مهلا حاجه لك اشاره تفهم انت متى ترمى اليوم انا غيري مبطلي اسمع اسمع اقول امين حظ حنشل يجي حظ لا لا ما حظ زين غير حنشل اسمع فلاش مو اسمع فلاش مو قالوا العالم كنت اختاروا كنا وش اختاروا وش خذ ابوك وحط ابوك انت على كيفكم لازم قرعه عشان كلن يرضى وانا انسان ما ارضى لا على لا لي ولا لاخوياي علشان ما يصير بيننا حزجات واروح اسوي القرعه واصير اخر واحد. لا حول ولا قوه. شفت انت؟ لا شوف تخيل يعني حتى لو بجلس للبرايم لو بجلس لاخر شيء للحد النهائي ما اسوي فلاش موب ما يلحقني. لا يعني ما لي فلاش موب. انا بعرك انا الاسبوع انا اخر اسبوع ال 14 انا وياك انا اللي بعدك. ابو فيصل ابو فيصل يشوفونك وانت قاعد تتكلم. احط القرعه ودي القرعه وكان حظه زين. اي والله. وتجي تعوكس امس انا كنت قاعد هنا. حتى قرعه المطبخ. شفت اللي يقول حظه منسدح؟ والله بوكي ما عمره حط قرعه متى ما عمره حط قرعه ما عمره حط قرعه محمد عثمان يا رجال محمد عثمان حتى بالهوم ما شاء الله الاول شفت اللي يقول حظ الرسمح الاول ما شاء الله انت ما كنت موجود يوم الطيارات صح الطيارات الاول الاول ما شاء الله مبارك لهم واليوم جاي ادخل على المطبخ مع صالح لا انا اقول لكم لا حطيت قرعه لا حد يتمنى يصير معي يا الربع يا الربع اسمحوا لي قاعد اسمحوا لي امس انا كنت قاعد هنا انا عشان بس ما انسى كنت قاعد في الجلسة أنا وهالزين منيف آخر الليل على الساعة ثنتين واحدة زين والله إن القمر قدامنا مستدير سبحان الله وقال لي قصيدة نور القمر إنسان قمرين يشوفون قمر الله أكبر قمرين يشوفون قمر أروح بالنار ردها لا ولا تبغى قصيدة منيف ولا تكفي ذي وين اليوم ما أبيك تسمعني إياها يا منيف وش رأيك تخليها الليلة لا بها الحين ما دام طابتك قالك سخاف انت انت تبيها الليل ابي تامل لا 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 يا غلاتي تجي خلها خلها الليل صح لما نجن والله قلت يا قلت خلوها للقمر اجل ثاني يا منيف اجي سمعنا شيء ثاني ثاني الثانيه يقول لا اله الا الله اقول ابشر قول ابشر قول ابشر قول شو قول قول ابشر على بسام لا يقول وش تبون الموضوع اختاروا موضوع عشان اجيب والله ما في شيء يطلع على بالك هذا موقف واحد من عيال عمي صار انا موقف مع رجل ما جاز الواد عمي الموقف وطلع من عنده ضايق كلنا طلعنا ضايقين في جف ايه كلنا طلعنا ضايقين وهو يكتب قصيده اسلم قال يا منيف ايش طب المقاريد يا منيف تدمح لها الزله يسوي بدلها بدلها اي واخر قصيده يقول ضرفتها ويدعتها بالمظاريف اطلب من المولى يعجل اجلها قلت جتني بيوت من الجنيدي مراديف أجزل بيوت قد سمعت نبلها صحيح ما جاني مع القاف توصيف لكم موضوع القصيدة حملها صحيح ما جاني مع القاف توصيف لكم موضوع القصيدة حملها ما هو بموضوع القصة مواليف ولا هو بهند وعبير واملها قصة صحيبة منه بعض الرداشيف مدري علم بالعيب ولا جهلها قصة صحيبة منه بعض الرداشيف مدري علم بالعيب ولا جهلها يا صاحبي يقول يا صاحبي يا معتلي بالمشاريع ولا لا ولا لا لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ما قصه صاحب منه بعض الرداشيف ما ادري علم بالعيب ولا جهلها يا صاحبي يا معتلي بالمشاريف يا راعي الجدعه ترك انت هلها ادمح خطاه وعدها كالسواليف وانا ادري ان زلت ما اقول ثقل يا سلام فالعجل اجلها يعني تمنى الموت ايه اجلها الزعل اجل السالفه خليها قريب الحين انت منيف انت يا منيف كشاعر ايهم اسرع تكتب مواقف الحزن ولا مواقف الفرح حزن اتوقع الله يبعد الحزن والله على حسب شفت بريت بدايه ايه
كتبته من العصر قز الحزين ده بريت بداية بريت بداية الحفل حق الحفل ناسي نهاية يوم احتفلت بداية بالفوز إيه العصر بديت كتبت. أنا أذكره دخل علي المغرب بعد ما مكمل شيء المغرب دخلت علي ما كملته يعني ما اعرف كيف راف الورد ومتى جابه انا ما شاء الله عليك قال لي بيكتب لي والله ما قلت قال لي بيكتب لك بعد بيكتب لك انت قصيده بس انا عاتب عليه بصراحه على هذه الحركه نيف الله يرحم والديك لا لا مو كذا اصبر لا انا حسدني حسدك مجيد سوى كذا لا بالذل وش ذا شركة يا شيخ وين باقي قطع زنجبيل لا مو حول الله تذبيس يا الربع قبل الله يذن تذكيري وانا حزت مغرب اقول تسلم الله تسلم الله بعدك حادوني يقول ان كان ان كان عندك ذنب له عندنا حل بسم الله عليك بسم الله عليك ان كان عندك ذنب له عندنا حل اركب على الموتر وخطك تدله سقها على مكه ولا ضاع مدل والذنب في مكه بنعطيك حله البس احرامك وانت ضامي ومعتل وخذ عمرة تشفي من الكبد عله وارفع ايديك وكثر من الدعاء وقل يا رب تغفر كل ذنب وزله الله الله يا رب تغفر كل ذنب وزله يا الله يا رب يا الله يا رب اليوم طبعا بيدي كاتبه يا الله عيال مقطع وردكم الكاسات مجروده الجلسة هذه ما تطلع منها كسر بشطني المصاري هذول لا أدخل أنا وياه والله همس شوف فرق بين مجرودة ومقرودة الجرد هو معدودة الحصر ولا معدودة والمقرود اللي هو النحي وأنا بعد أتكلم عن نفسي بضف اللي عقبي من كراتين لا 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 ما 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 إلا يا رجال أنا بخليه فنجيل ما عاد بجي أنا أصلا ما أشتهي والله قهوة بذي لذا أنا ما أبي الكراتين ذي بس أبي الفنجيل والكاسات لا تطلع من المكان لا أنا أقول لك بضفهم معنا عشان ما يتوسخ المكان بس هذه بس الكاسات الله يخلص بس خلونا بس حطوها هنا ياخذ بار اقرا من القرآن للمنزل وصل اقرا وصلي لين كل ما يدخل براي من الاتصالات يطلع واحد والله شكلي باقي الضيعه كذي ها كم خذيت رصيدي بعد؟ كم خذيت انا؟ 100 وكم؟ 150 قبيل لا خذ لا 50 خذ عميس لا خذ عميس 50 تاخذ 100 وشوي 160 تقريبا ايه بكره تاكد منها من واليوم 100 خذ عميس اقل منه؟ ايه خذ سؤال واحد بس هي تدري شو المشكله مرات يمكن الخيار هذه يطلع فيها خيار يخصم منك 90 ريال خالد جاوب سؤال واحد وخصم الظاهر 50 حق خالد يا حليلك يا خالد بس وش شعوركم قالك انت ابراهيم؟ والله ضاق صدري غصب ضاق صدرك انت ليش يزيدك 100 ريال؟ لا في ناس تخيل في عندك بسام 1000 وكم؟ بسام 1900 طلع ابراهيم وفي ناس ما توقع انهم يطلعون ابراهيم طلع ابراهيم خلاص انت مأهل لنفسك يا ابراهيم ليش تبي من قالك مأهل لنفسي؟ انت مش تكون اقل رصيد 100 ريال لا في الرصيد اقل مني الخفي الخفي ما حد يدري عنه على اساس ان الخفي عندك مضبوط الخفي رايح من عندنا فيها الظاهر والخفي ما حد يدري عن الخفي السؤال الاول غدا ان شاء الله سوف تكون على ورقه ويتم توزيعها وهي كالتالي ارجو وضع هذه حق الاداره خلاص معلش سؤال هل سبق لك تقدمت في بعض بعض القنوات؟ لا حلو هذه لنا كلنا يعني؟ لا حقك توقع حد حقك فزاع في بدايه عام 25 بديت ان شاء الله محمول ما اسمع بس نقول وين هذه في بداية عام 25 بديت بإنشاء مجموعة ما اسمها مجموعة بن دهر مجموعة بن دهر في أحد اللقاءات مع ذكر أنكم قمتم في إحدى اللقاءات معك ذكرت أنكم قمتم أكثر من 1000 مشاركة ما بين مهرجان وملتقى خلاص امسك وكمل أنت شو المذيع هذا اللي لا انت مشترك بس مذيع ما تعرف في سؤال بس تقرا يلا سال والله ما تعرف تقرا اكيد تاخذون مقابلات مشاركاتكم مقابل يعني مقابل مشاركاتكم اسالك انت عدل لا تجاوب يقولون انك ملم بجميع الوان الله هداك انا بخربطه ملم ملم يقولون انت ملم بجمع الوان الشعبيه صحيح؟ قرا
يقولون انك ملم بجميع الوان الشعبيه صحيح؟ الالوان الالوان يا اخي لا تخرب كشختي قاعد اقرا اخر مشاركه لك في الانشاد حلو يلا حلو جاوب جاوب هاي تكفى السؤال ايه احنا نطالب ابو حاتم بشيله بدون ايقاع ابو حاتم لا ابو حاتم لا ابو كاتم لا شوف ابو حاتم ما يبغى ينطق هل خربطتني حن 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 نطالب ابو حاتم بشيله بدون ايقاع بشيلات يا اخوي لا تعدل بشيلات بدون ايقاع فهل لديك النيه باخراج البوم جديد؟ لا طيب بودنا تذكر لنا بعض بودنا تذكر لنا بعض من المواقف الطريفه بعضا من المواقف اجمل مواقف الطريفه اني لقيتك لبى قلبك اوه سؤال سؤال يقولون انك اول منشد يقال انك يا اخوي لا تعدل واحد واحد يقول مو يقال لا يقول والله يقال يا حبيبي انت ما تعرف تقرا يقال انك اول منشد على مستوى السعوديه من خلال شريط المصرح من وزاره الاعلام هل صحيح؟ لا من علاقاتك بالمنشد ما علاقتك دي انا اعرف ايش بالله ما اشتكى لمحمد ولدك؟ لا والله عاد محمد الحين ولدك وهو نايم عرفت؟ بابا والله ما اشتكى لولدك لا والله والله 40 يوم شو القلب هذا 40 يوم يقول بابا لا ما قلبه قاسي ما اشتكت له؟ لا اكيد عندك جوال صح؟ حسيت انا كيف؟ كيف ما اشتاق لولده؟ المهم زين وش دخل الجوال في ولده؟ ما ادري عشان يسمع صوته هو بالعكس اشتاق او انه يكلمه ايه يكلم اخوه يقول اضرب ولدي اضرب ولدي يبكي الحمد لله اطمن انا بخير اول ظهور لك على قناه بدايه معك اوكي وش سوالف الفنان فايز وش سالفه المهم انت متهاش مع فايز المايك وش سالفتكم؟ والله اخوي غار مني لاني اشهر منك صح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله